اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ ازيك كابتن اسلام؟ منور. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. وانا كمان اسعد. ربنا يخليك يا كابتن. يعني الاول خليني اعرف راي حضرتك في مباراه الاهلي والزمالك قبل ما نتكلم عن المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نبقى عارفين ان هناك مدير فني بيتقن عمله وبيذاكر وبيتوقع اللي هيعمله المدير الفني الاخر. اوكي. اللي عمله موسيماني اطمئنان وثقه كامله للاعبته. وانت بتلعب زمالك بتبدا من تحت من عند الشناوي، وهو عارف كويس قوي ان هيبقى فيه ضغط. ايوه. بعد عمليه الضغط اللي هو كان بيعملها كالتيرون، الثقه الكامله اللي موسيماني اداها من اول يوم جه للاعيبه النادي الاهلي، من اول يوم لما راح الوداد رايح جاي، وبعدين جه على انبي واربع ماتشات، وبعدين راح على الرحله بقى الطويله اثنين افريقيا وكاس عالم وهو الاخر. عمل حاجه يمكن كروش وكارتيرون ما خدوش باله منها. كان بيلعب بثلاثي شريف وقفشه وتاو، والكوره معانا الهجمه بتاعتنا كان بيخلي شريف راس حربه وبيرحل قفشه ناحيه الشمال، وبيرحله مش بثبات، بيرحله مع الحركه. ايوه. لما الكره بنفقدها هو عارف ان قفشه مش هيقوم بالدور الدفاعي، فبيحدف شريف على الطرف ناحيه حمدي المدافع. لا حمدي الظهير اليمين بتاع الزمالك. حمدي المسلوسي. حمدي المسلوسي. فالحته دي ما حدش خد باله منها، وكان مدي حريه حركه للثلاثي في المقدمه. قفشه بيروح ناحيه الشمال وبيديله 65 متر بالعرض، يعني الحته اليمين ما بيروح لهاش خالص، مخليها لعمر السوليه مع حمدي مع اكرم اسف. وقفشه واخد لو العرض الملعب 75 متر بيديله 60 متر من عند عمر علي معلول لحد راس ال 18 من الناحيه الثانيه. ايوه. والكره معانا كنا بنشوف دايما شريف وهو بيتحرك، والاجوال اللي جابها كلها كان فين؟ كان راس حربه. طب واحنا بندافع هتلاقي شريف رايح على الطرف بيقوم بالدور الدفاعي، بحيث ان قفشه يبقى هو اللي بيضغط على سرد باكين سواء محمود علاء او الرجل الثاني. بدايه الهجمه الزمالك هو موسيماني عارف كويس قوي لعيبه الزمالك ما بتضغطش بالشكل الجماعي وبالشكل القوي. ايوه. ولذلك هو بدا الهجمه من تحت بكل ثقه. لو تشوف ال 45 دقيقه الاولانيه حاجه قمه في الاداء الرائع. كره بتتنقل وفي وسط الزحمه بتلاقي علي معلول بيحطها لايمن، ايمن بيديها للشناوي، الشناوي بيديها لاكرم. الاداء ده بمنتهى الثقه دي مع الضغط ده، وبعدين في نفس الوقت كالتيرون عمل حاجه غريبه جدا ولعب براس حربه عمر السعيد، على اساس ان الاطراف عارف ان ما الاطراف النادي الاهلي هتبقى متسابه ومفيش مدرب هيوقف لا بن شرقي ولا زيزو، فمرعب راس حربه بحيث ان هو يعمل له الكرات العرضيه يعمل له الاوفرات. طبعا الراجل المذاكر موسيماني قفل له الحته دي كويس قوي. وحمدي فتحي مع ديانج مع عمرو مع قفشه مع شريف الحقيقه كانوا بيأدوا الدور الدفاعي بشكل رائع جدا، امتى يضغط وامتى ينزل في وسط الملعب. ايوه. الاهداف اللي جت هتلاقي باستمرار الثلاثي مفيش حاجه اسمها ان انا بلعب ثلاثه في وسط الملعب. ايوه. الجول الثالث يا كابتن اسلام عمرو السوليه كان فين؟ كان عند ال 18. 18. طب ويانج الجول الثاني كان فين؟ 18. على 18. يعني الثلاثي ده اللي الناس احيانا بتدعي ان 3 4 3 او اي او اي رقم دي طريقه دفاعيه، الطريقه دي طبعا طريقه هجوميه حسب رؤيه المدير الفني امتى بيدي وظائف للعيبه بحيث ان هم طبعا يأدوا الاداء اللي هم محتاجينه.